السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرنا الخوت بخير عليكم، كلشي مزيان، الاحوال ما كاين مشوش، الله يحفظنا ويحفظكم. خرج الخوت، كيف كتلاحظوا ان شاء الله اليوم راه الجمعة وجمعة مباركة. خرجوا وليدي، خرجوا صوتي. كيف قلنا اليوم الجمعة الخوت، طلعنا قلنا شنو غادي نديرو. الحاجة الوحيدة اللي بانتنا وهي نبردو الحميمات. خرجي يا الشوكية، خرجي الشوكية، ما كتبغيش تخرج الخوت على الولاد. كيف قلنا الخوت، حاولنا نعطيو الدوش للحميمات ان شاء الله. باقيتهم وبهاد الدوش الخوت، بهاد الماء هذا ان شاء الله راه غادي نسيقوا به الكولوار باذن الله. ديما الشوكيه هي الاولى كتدخل. ديما الشوكيه الخوت الحمد لله هي اللي كتدخل، هي الاولى باذن الله. جلسي يا بنيتي، جلسي. والحمد لله اليوم الخوت راه صهد بزاف الحراره الحمد لله. ولي نشوف شي دول اخرى، الطاليان الطاليان راه فيها 32 34، كاين شي دول راه الله يستر وصافي. راه الصيف هو هذا نيت، كيف قلنا راه الصيف هو هذا. كيف قلنا الخوت الحمد لله خرجناهم يدوشوا، الا بغاو يدوشوا في هذه الحراره، وهي نورمال مراد الوقيته، راه ما خصش الحمام كاع يطير الخوت، لان هذه الحراره كطلع تريكومونوز. وكيف كتعرفوا التريكومونوز يعني واحد المرض كيكون عايش مع الحمام مسبقا، ماليا عايش مع الحمام، يعني راه كيكون مع الحمام، غير هو على حساب الجو فين كيعيش وعلى المجهود اللي كيدير الحمام باش كطلع داك النسبه ديال التريكومونوز اولا كتنزل. راه فهاد الحراره الخوت يطير الحمام، راه كيبدل واحد المجهود فهاد الحراره، كطلع عليه التريكومونوز كيمرض. هذا ما كان. والحمد لله بالنسبه للحميمات ديال بروديكسيون وكلناهم شربناهم في الصباح. دابا راه خوت في الصباح راه ما درناش الفيديو في الصباح، هو دابا 3:30 نشوفوا الخوت شحال في الساعه 3:30 كما قالت البنيه ديالي، هما بداو كيدخلوا ان شاء الله. انا الخوت الساعه هادي 3:30 ان شاء الله. بالنسبه لهادو الخوت غادي نطلقوهم حنايا يطيروا الذكور، غادي نخليهم يدوشوا ان شاء الله وغادي نطلقوهم. علاش؟ باش غير يتمشوا غادي يخرجوا في بلاصتهم الاناث ان شاء الله. كيف قلنا الخوت البروديكسيون راه وكلناهم شربناهم ولله الحمد، الامور طيبه لحد الساعه ولله الحمد. والله يحفظنا ويحفظكم الخوت، الله يرحم الوالدين. هذا خصني نحيد ليه الباك مانيتي كذاك الذكر. بداو كيدخلوا الخوت، الحميمات بداو كيدخلوا ولله الحمد. بداو كيدخلوا. انا الخوت ولله الحمد الحميمات هما بداو كيدخلوا، بالاخص دوك الزغاليل الصغار. دوك شنو بغات الصغار الخوت الحمد لله ما دخلوا جوج. فاطم الزهراء حافظهم اللهم بارك. الحمد لله الخوت اني اتسبب عرقا العرق، لان الحال سخون ولله الحمد. غدا ان شاء الله راه غادي نطلقوا الخوت دوك الزغاليل ان شاء الله. اليوم ما غاديش يطيروا لانكم عارفين اليوم على حساب العمل ديالي الخوت ما نقدرش نطلقهم، وغادي نمشي فحالي للخدمه ما نقدرش. غدا ان شاء الله، غدا السبت راه غادي نجي غادي نيطوايي البنيات، راه يقدروا ينيطوايو ليا الكولوار بهاد المانيت، غادي نيطوايو ليا الكولوار. وانا ملي غادي نجي غدا ان شاء الله غادي نيطوايي الخوت اللوفطات بجوج، لا البروديكسيون ولا لا الانتاج ولا البروديكسيون بجوج غنيطوايهم ان شاء الله، عاد غادي نهبط فحالي الناس.
هذا مكان والحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله، ونتمنوا الخير يا ربي امين. بالنسبه للدواء الخوت ديال هذا الذكر هذا هو غادي نعطيوه دابا، هو كيف قلنا من ناحيه الصحه ديالو هي اللي ما بغاش يكتب البزقه الخطره تجمعات ليه، ما بقاش يعني ما بقاش مريض، وانما هانتوما الخطره باقي شاقور، راه باقي شاقور الخوت، هانتوما باقي شاقور بزاف اكثر من القياس كاع، باقي كيف جا باقي هاكا كيف جا. حنا غادي نعطيو مازال واحد الكينه قريبا الخوت نحبسوا ليه هاد الدواء هذا ان شاء الله، وغادي نمشيو معاه شويه ديال البروبيوتيك. لا انا شوف شوف اجي 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 شوف 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 التركومونوس فين طلعت لي، شوف 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 الخوت شو شي التركومونوس فين ولات كتخرج. حنا غادي نحيدوها ليه الخوت، نحيدو ليه هادشي هذا، غادي نحيدو ليه الخوت هادشي هذا. هاي هي يعني الخوت داك التراكومونوس بدا كيتحيد ليه، ها هو تنقى شتي ها بوحدو. حنا عطيناه الدواء وغادي نعطيوه دابا الاكل ديالو ان شاء الله. انا نوصي فاطمه الزهراء خصني نغسل يد ديال الخوت، لان هنا كاين كيكون واحد الميكروبات، دوك الميكروبات خصني ضروري نغسل يدي. دابا فاطمه الزهراء غتعطيه ياكل، يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين. فاطمه الزهراء اللي كتعطيه ياكل وكتعطيه يشرب، هي اللي مكلفه به في الماكله ديالو في الصباح والماكله ديالو في العشيه. هي دابا تعطيه تبدل ليه مها بارده وتعطيه ياكل. يلا تحياتي لكم وعطيه ياكل ان شاء الله. الخوت نتي الزغاليل والاناث حتى الغدا ان شاء الله، حتى الغدا ان شاء الله الخوت عاد غادي نعطيوهم يدوشوا. دابا خلينا ندوش فقط غير الدكور كيف ما قلنا الخوت، خلينا ندوش غير الدكور نخليهم يتمشوا باش غدا الاناث ياخذوا راحتهم ان شاء الله باذن الله. نعم ها صافي مزيان، علاش حيت ما بغيناهمش يتخلطوا بنتي. الخوت كنبزقو بها هنا هاد الكولوار ان شاء الله نسيقو، واخا كان عندنا نخليو حتى الشنابر يدوشو ياك، ما بغيناهمش يدوشو. دابا المشكل يدوشو ويدخلو لداخل غادي يغملو فهمتيني، الا دوشو خصهم يتشمشو خصهم الشمس. الماء يضيع الماء، صافي نطلقوهم نطلقوهم يدوشو، نطلقوهم الخوت يدوشو ان شاء الله. نخليو هادو هنا يتشمشو وغادي نطلقو الاناث ان شاء الله يدوشو، غنديرو داك الكرياج غنطلقو الاناث يدوشو ان شاء الله. نترا شويه باقي الحال نقدرو الخوت ان شاء الله نقدرو نخرجو حتى الاناث يتشمشو والله اعلم، نقدرو تنقولو نقدرو نقدرو ان شاء الله نخليو حتى الاناث يتشمشو. حنا غادي نطلقوهم حتى هما يدوشو باذن الله. هاد البيضه الخوت دير واحد جوجه بيضات هاد البلجيكي بيض ليا مع واحد النتوى والبارح هزلت لهم البيضه ديالهم وحطيتها في الارض باش يلا كنت باغي باش نخبيها، حيت البيضه الاولى كنحيدها قلت زعما باش نخبيها ونسيتها في بلاصتها. دابا قلبت على البيضه ما لقيتهاش عاد بانت ليا مهرسه في الارض، يعني غنسيت دابا البيضه الثانيه واخا غتبيض ما غاديش نخليهم ما غاديش نخليهم ينعسوا عليها، غادي نحيدها لهم. اجي بنيتي اجي، واخا تكرفسنا شويه على الدنيا هنا، تكرفسنا شويه على الدنيا هنا. بلاتي بلاتي هكاك
جيد سدي بلا سدي. واخا تكبسنا الخوت على الدنيا هنا شويه ماشي مشكل، نخرجوا بعدا الولاد ديالنا ان شاء الله. قلنا في العشيه ان شاء الله راه غادي يفزقوا هنا هذا الكلور هذا كامل. خليو دابا ندوشوا الا بغاو يدوشوا ان شاء الله. والحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله. وكيف قلنا الخوت كيف قلنا الله يرحم لكم الوالدين اللي باغي ايشونجي، انا كنقولوا هنا مدينه ساله يعني الناس اللي قراب ليا وصافي، اللي باغي شونجي لي باغ مانيتيك اللي عنده واحد جوج ثلاثه حنا نضلقطو غير حبه بحبه على اساس نشونجيو لي باغ مانيتيك ديال تيبس بالبنزين ان شاء الله. لان قريب في العاجل ان شاء الله من هنا شهر 12 غادي ان شاء الله غادي ناخذوا البنزين الى كتاب باذن الله. هذا ما كان بالنسبه للزغالي اللي خوتها ما بداو كيدوشوا عم بداو يطيحوا باذن الله. هما بداو كيدوشوا ان شاء الله الخوت. يلا بياسه وحده اللي داخله واش نبر هذا الزغلول الصغير. قالت فاطمه الزهراء هذا يمكن هو اللي كان ضاع لينا، وجواد اللي فوق البانيو طوبي محروق والله اعلم، حيت كاين ممكن خو الخوت ما ميزتش بزاف الاخر في الباك مانيتيك ديال ماشي الباك مانيتيك الباك ديالو العادي ما ميزتش فيه مزيان باش نعرفوا هو طاح. كاين هذا هو اللي وسط الماء وكاين راه هو الهنيها غاب اخو من ليها. تبارك الله على فاطمه الزهراء راه بدات كتعرف ولله الحمد. الحميمات باغيين يدوشوا، خليهم الخوت ياخذوا راحتهم كيف قلنا نخليهم ياخذوا راحتهم لان راه كاين شي كاين شي بياسه الخوت هنا راه ما باقي ما عمرهم دوشوا لاول مره كيدوشوا حتى الطوبي هذا داك ني الطوبي داك الطوبي محروق هذاك اول مره كيدوش بحال هذا ان شاء الله. حتى الخوت اتصبب عرقا عتيرا السخونيه وشني بيرا ديالك هي غادا تهبط فاطمه الزهراء شتيها ها هي ها شتيها بدات كتقرح. لا ماشي هي لا ماشي هي لا ماشي هي راهي ديالك هي جايه ها هي جايه. شني بيرا نديري فيها اورانج تماما اورانج اورانج انا الخوت شي كيتشمش شي كيدوش ولله الحمد. ها نتوما الله الا العرقه الخوت دخل ليا العيني دابا تنحس بك شي تيحرق. انا الخوت الزغالي اللهم بارك خليو دابا هاد الخير غادي يدوش ان شاء الله شي كاينه كيف قلنا نخليو هاد الخير غادي يدوش. ونتمناو الخير غدا ان شاء الله غادي نطلقوا الزغاليل ديالنا بوحدهم باش يحاولوا يطيروا ان شاء الله دوك ال 11 الاخرين الخوت ان شاء الله. وقريب نعزلوا واحد شي بياسات اخرين ان شاء الله ما جايين في الطريق شي حاجه قليله كاينه شي حاجه قليله جايه في الطريق ان شاء الله والله المستعان. الحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله. يلا لاحظتوا الخوت الزغاليل كيدخلوا شويه بشويه شويه بشويه وداك البديع هو دخل تبارك الله كيدخلوا شويه بشويه الخوت. حتى الحمامات فاطمه الزهراء دخلات طويبيه محروقه راه هي دخلات ولله الحمد. هي هذه القن ثانيه على يدينا اليسر ولله الحمد الحمد لله. تقريبا كاع الزغالي دوشوا تقريبا ماشي كلشي نما ماما الاخرين غادي يطلع الطوبي محروق الثاني راه هو بغى يطلع شتي غادي يدخل البلاد ها هو باقي ها هو ها هو خو راه دوش هو فوق ها هو هبط راه مشى هذا ها هو غادي يهبط ان شاء الله. الولاعه الخوت زينه الولاعه زينه خصها غير الوقت وخصها بزاف د الحوايج
ما الولاعة راه زينة، انك كتمتع بعد العوينات ديالك. لالا فاطمة الزهراء بدات كتعلم، راه حافظات الحمام وعارفاهم، دابا ولات عارفة هذا وأمن عارفهم. هذا كنقول لها شي لعيبة بحال البارح الذكورة كنهضر على دوك الشنابر، هي تقول لي راه وهبط حداهم الرابع، قلت لي داك الدفلي محروق وعارفهم تبارك الله، عارفة الصغار وعارفة كل شي دابا، لأن دابا كتعيش يوميا معاهم، وهي اللي كتوكلهم ليا بعض الخطرات، وبعض الخطرات هي اللي كتشرب، ولله الحمد. خليوا الخدام هادو ان شاء الله يدوشوا على خاطرهم باش ما نبرزطوهمش ان شاء الله. بالنسبه للذكور دابا طايرين، شي طاير شي هابط كيتشمش، ولله الحمد. انا خلع او واحد يتشمش شفت الخوتو، لله الحمد. الحمد لله بعدا انتي وتره دوشو الذكور، دوشو الذكور، خرجنا مع برا يتمشوا، انتي وتخليناهم في الكولوار، بما ان شاء الله نيطويو هذا الكولوار، نيطويوه دابا ان شاء الله قبل كاع ما نمشي للخدمه باذن الله. يلا تحيه الخوتو الحباب، كيف كنقولوا ديما في ارض الوطن وخارج الوطن، الحمد لله والشكر لله، الامور لحد الساعه طيبه الخوت، لحد الساعه الامور طيبه ولله الحمد. الله يرحم لكم الوالدين. يلا تحية لخويا عمر، وما نساوش خونا سمير، خونا البشير، خونا خالد الرئيس. اجي فاطمة الزهراء، اجي بنيتي، كيف قلنا خونا خالد الرئيس ما نساوش، نساوش خونا والبطل مصطفى فهيم، مصطفى فهيم ان شاء الله غدا ندوز عنده ان شاء الله على ود، وصيتو على واحد السيكاليم الله يرحم الوالدين، بعدا لقينا السيكاليم شويه رخيص في الثمن. يلا تحيه الخويا عبد اللطيف من فرنسا، وخويا محمد كذلك ومثال من فرنسا، خونا عزيز فضلي، خونا سعيد بوكريم، وخونا مصطفى الاص، وما نساوش خونا الفرات علي، خونا عزيز، وخونا حميد، وخونا وحيد، خونا مصطفى من ايطاليا، وعثمان من ايطاليا، وبو شعيب من ايطاليا، كاع المواليع ديال ايطاليا، خونا جهاد من ايطاليا، وصابرينا كذلك ومثال، كاع المواليع ديال ايطاليا، خونا عادل من فرنسا، وكاع المواليع اللي كيحبونا الله يرحم لهم الوالدين، خونا ابراهيم الرفاعي، وما نساوش خونا عز الدين، وخونا محمد من فاس، تحياتي لكم، وما نساوش تحيه كبيره لالا فاطمه الزهراء الفرات الله يحفظها، وين جيها خونا عبد الواحد بوكسا، وخونا امرح احمد وعائله طه، يسرى وابتسام وربيع طه، وخونا حميد من الرباط، خونا يوسف اوزكان، خونا اسماعيل رطاله الله يحفظكم ويجيكم، والبطل مصطفى الهواري ما نساوش حميمه الطارو، شي حاجه خلعاتهم الطيره، الطيران الخوت هذا ماشي طبيعي، بحال دابا تلقى هذه الطيره، هذه راه ماشي طبيعيه، يعني 100% الحمام شي حاجه خلعاتو، كيف قلنا 100% الحمام هنا فين كيضيعوا لنا الولاد وكيكونوا صغار كيطيروا ديك الطيره كيتلفوا. وتحيه كبيره لخونا ابو عبيد الشتيوي، وخونا سفيان من حي بيعات وسليم، وتحيه للجمعيه السلويه وجميع الجمعيات ديال مدينه سلا، جمعيه ابي قراق، جمعيه اليمامه، جمعيه البرج، جمعيه الجناح الذهبي، جمعية القراصنة، هادو المكلي عاقل عليهم، جميع الجمعيات ديال سلا تحية ليهم الله يرحم لكم الوالدين والحاج أحمد. قالت لك فاطمة الزهراء الجمعية السلوية، وخونا عثمان البيرمي، وخونا عثمان من إيطاليا الله يحفظكم ونجيكم، ونتمناو الخير الخوت الحمد لله كيف قلنا، والبطل ناصر الدويلة، وما نساوش خويا منير من بلجيكا الله يحفظكم، وخونا البشير ان شاء الله الخوت يكون خير باذن الله، خونا عبد الناصر من المانيا كذلك ومثال، ان شاء الله كيف قلنا الخوت ان شاء الله يكون خير باذن الله. وكيف كنقولوا الخوت حنا في اول المطاف واخر المطاف، واخا ان هذه الولاعه راه مكلفه، راها غير ولاعه، هذا ما كان راه غير ولاعه، والحمد لله نتمنوا الخير. وخونا صلاح بن هولندا تا هو ما نساوش، نتمنوا الخير
نتمنوا حنا كندوزو كيف قلنا الحياه خونا منير مخلص الله يحفظك، كيف قلنا حنا الخوتة كندوزو الحياه ولله الحمد والامور ها غادا طيبه لحد الساعه، الله يرحم لكم الوالدين. يلا الخوت تحياتي لكم ونتمنوا نتلاقاو في شي ساعه مبروكه، وغدا ان شاء الله الخوت غادي ندير واحد النطوية الشامل بالنسبه للنطوية الشامل اللوفطات بجوج. الخوت شدتني الدوخه معاك تجالس وقفت هي تشدني الدوخه، كيف قلنا غادي نديروا الخوت واحد النطوية الشامل غير شجينات بجوج، نتمنوا ما يكون الصاد، نتمنوا الخوت الصاد ما يكونش ان شاء الله باذن الله. يلا تحياتي لكم والى فيديو القادم بحول الله باذن الله، وغدا راني معكم واخا ندير معكم غير فيديو قصير باذن الله. الحميمات عطيتهم الكريت، عطيتهم كل شيء، هذا الحمام ديال البروديكسيون راه قلت لهم درت لهم طويجنات الخوت ديال الكريت، عطيتهم الكريت كاملين والحمد لله راه الامور طيبه لحد الساعه. المرض الخوت والله العظيم راه كنحلف بالله واليوم الجمعه المرض راه توقف الحمد لله، ما عدا بياسه وحده اللي هي الحبيبه هي اللي مريضه، الحبيبه ما نكذبوش على الله الحبيبه بوحدها والحمد لله. يلا تحياتي لكم، مازال غادي ناخذ ليها الخوت الدواء. المقصه هي مسكينه هي عاد هبطات، المقصه راه كنطيرها هي عاد هبطات، مازال الخوت كيف قلنا هذيك غادي ناخذ ليها الدواء، ما غاديش نخليها تضيع ديك الحبيبه مسكينه، لان راه بنت 2017 راه 4 5 6 7 7 سنين وهي معايا، 7 سنين في عمرها، ما غاديش نضيعها نخليها تموت ولا هادي، لا غادي نداويها باذن الله. يلا تحياتي لكم والى فيديو قادم بحول الله، وغدا راني معكم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.